لا حول ولا قوة إلا بالله، إنتشر منذ قليل خبر على الفيسبوك مفاده إنتحار شاب منذ قليل في وسط مدينة ولاية الجلفة لأسباب مجهولة، وتقول الأخبار أن الشاب إنتحر شنقاً، وقبل إنتحاره نشر في صفحته على الفيسبوك صورة له مرفوقة بمنشور يطلب فيه الصفحة من كل شخص أخطأ في حقه. انا لله وانا اليه راجعون